انه هناك امور. مادام فتحت الملف امين، مادام فتحت الملف التكتيكي دعني احيل الكلمه الى عوديه. امين يقول بانه الناخب الوطني لا يستطيع ان يخرج افضل ما لدى اللاعبين، قال نمتلك نجوما ولكن طريقه توظيفهم داخل ارضيه الميدان خاطئه، هل هذا الكلام سليم؟ لحد الان في هناك تبدو في الاداء، مثلا مباراه الراس، قل لي هل كلامه سليم ام انك لديك فكره اخرى؟ ليس 100% سليم، لانه انا قلت لك سابقا ان الناخب الوطني بصدد بناء منتخب مكون من اسماء جديده، ولكن عمليه بناء هذا المنتخب ممكن تاخذ لنا وقت محمد. نعم. نحن نريد التغيير ولكن بسرعه فائقه. عمليه بناء هذا المنتخب المكون من مزيج بين الخبره، وهناك لاعبين جدد ليس لديهم ادنى كم من فكرة. الوقت كم من الوقت اخذ الناخب الوطني ممكن انه نحن تقريبا منذ اخر او منذ اقصائنا من كاس العالم مر على ذلك تقريبا سنتين. كاس افريقيا سنتين ونصف، مارس 2021 كأس إفريقيا محمد سنتين ونصف. نعم. كأس إفريقيا هي المعيار والاختبار الحقيقي للاعبين الملتحقين بالمنتخب سنة الوطني. سنة ونصف. سنة ونصف. مارس 2022. ولكن هناك بعض اللاعبين الذين انضموا إلى المنتخب الوطني حديثا محمد، لا يجب أن ننسى. معليش ماشي مشكلة، أنا نرد عليك ونقول لك علاش رأيك مع احترامي راه خاطئ. أمين، كأس إفريقيا الأخيرة اللي لعبناها في الكاميرون، المنتخب الوطني الجزائري تلقى هزيمتين وتعادل واحد أمام أضعف المنتخبات، هزيمة واحدة فقط كانت أمام المنتخب الإيفواري وبطريقة كارثية، لأن الجزائر قبلها بعامين فقط كانت واجهت المنتخب الإيفواري، قدمت مباراة قوية جدا تقريبا بنفس الأسماء. هل كان الأداء موجودا في ذلك الحين في كأس أمم إفريقيا؟ لم يكن موجودا، ولكن قبلها بنفس الأسماء ما كانوش عندنا لاعبين جدد. أمين محمد، لم يكن موجودا الأداء. هل نعاني أمين بصراحة، هل نعاني من مشكلة أداء في المنتخب؟ ومن هو المتسبب في هذه المشكلة؟ لاعبون أم المدرب؟ السؤال تاعك غلط. مش كأنه يعني الناس قاعدة على بالك أنت شغل الشمس طلعتك تقول لهم اسمعوا كاين الشمس بالك، هذيك لومبا كبيرة ماشي شمس لكي نرد على السؤال يا محمد. سامحني دقيقة والله غير مع احترامي ليك واحترامي السؤال تاعك، على بالي أنت تحاول تنشط الحصة تاعك وهذا من حقك، تحاول تدير الميزان. باش نهضروا لمصلحة المنتخب، حنا والله ما راني ننتقدوا في الأشخاص، أنا ننتقد راني خايف قبيل كأس أمم إفريقيا، والله ما راني حاب نزيدوا نعاودوا الكارثة. علاش راك خايف؟ راك متفائل أنت. متفائل بصح كي نشوف الأداء يا محمد، أنا تفائلت بالأسماء وقلت لك دائما نعطيك نكون محدد في كلامي، قلت لك أنا كي نشوف الأسماء والله غير نتفائل، بصح الطريقة التي نتعامل بها مع الأسماء إلى غاية الآن خاطئة. أداء هذا رأيك وفكرتك واضحة أمين. أنت السؤال اللي لازم تطرحه. لا أمين، سؤالي صحيح. نقول لك هل لدينا مشكلة أداء؟ لأن المنتخب في بعض المباريات لعب جيدا. أعطيني مباراة مباراة الرأس الأخضر لعبنا جيدا. مين لعبنا جيدا؟ لعبنا جيدا أمين في مباراة الرأس الأخضر وسجلنا خمس أهداف يا محمد والله، وكانت آلة تهديفية. معلش هذا رأيي، سلم على الفرديات يا محمد. والله ما لعبنا والله يا محمد غير على مستوى الأداء التكتيكي، والله ما لعبنا. معلش أمين، في مباراة السنغال رغم أنه الحارس موندريا لعب دور كبير في تلك النتيجة، إلا أننا كنا واقفين جيدا فوق أرضية الميدان، وعرفنا كيف ندافع، وعرفنا متى نهاجم، وعرفنا من أين تؤكل الكتف. كاين مباريات نقدر نحطوها كمباريات مرجعية، أنا مباراة السنغال نقدر نقول لك هذه مباراة مرجعية للمنتخب الوطني. معلش يقدر أمام كبار القارة يقدر يلعب بهذه الطريقة، ينتظرهم ماشي بالبلوك با، ولكن خليني نكمل لك. مباراة سلكت منها من خمسة بفضل الحارس ديرها مباراة مرجعية الجزائر اللي كانت قبل سنوات قليلة بطل إفريقيا. هذا يقولوا له سقف الطموحات تاعك راه منخفض بزاف. لا 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 أمين، راك راني واقعي، راك ترضى بالكاوري. راني واقعي محمد، ما راكش الآن أقوى منتخب في القارة أمين. أنا واقعي أمين، ما راناش أقوى منتخب في قارة إفريقيا، نحن في مرحلة إعادة البناء مثل ما قال أمين، هناك أخطاء يجب تصحيحها، ولكن ما تملك فيه الحق أمين أنه هذه المرحلة يعني دامت لوقت طويل، عام ونص، يعني الناخب الوطني كان قادر يلقى حلول. بعض اللاعبين كان متأخر كي نهضروا لوجيك. خلي نكمل مع عودية ونرجع لك. فيما يخص الأداء المنتخب الوطني، الأخ محمد لامين تفضل وقال أنه المنتخب الوطني في كأس إفريقيا أداؤه لم يرقى إلى المستوى المطلوب، وهناك عوامل سوف نتحدث عليها لاحقا، ولكن قبل كأس إفريقيا المنتخب الوطني أداء ونتيجة في 35 مباراة لم ينهزم. صح. كأس إفريقيا
c'est une grande échéance sportive تظاهره كبيره فيها المنتخبات الكبيره في القاره احنا اصطدمنا بمفاجاه غير ساره اكثر من عامين هذه السلسله اللي تهضر عليها عندها اكثر من عامين امين انا قلت لك منذ اكثر من عامين ما كاش الاداء استهليت كلامي في استهليت كل كلامي منذ سنتين في البلاطوهات التحليليه لكي يمكنني الاستناد لما اتكلم يمكنني الاستناد على هذه الاشياء وقلت هل نحن منتخب استحواذ أو منتخب تحولات سريعة؟ لماذا؟ أنا ممكن بالنسبة لي المباراة المرجعية الوحيدة في التحولات السريعة وكيفية تسيير مباراة هي مباراة الكاميرون في الكاميرون محمد نعم هنا أنا أعطي الكلام لمحمد لامين ونقول له أنه المنتخب الوطني في مباراة الكاميرون قام بمباراة على أعلى مستوى يعرف كيف يتمركز في الأدوار والمهام التكتيكية كل اللاعبين أدوا الناخب الوطني مرتاح على خط التماس فزنا 1-0 في مباراة مفصلية نعم ميدو نحن على بعد أشهر قليلة من نهاية كأس أمم إفريقيا ومنتخبنا لحد الآن غير مقنع لا تحس بأنه ذلك المنتخب القوي القادر على مقارعة كبار إفريقيا نقول هذا الكلام بكل تحفظ لأنه مع توالي الأيام وقدوم المنافسة يمكن أن يتحسن منتخب أكثر يمكن أن يفاجئنا أيضا بأداء بطولي في نهاية كأس أمم إفريقيا لكن ما نراه حاليا على أرض الواقع خاصة مع هذا الأداء لا يبشر بالخير ميدو من هو المتسبب وما هي الحلول؟ أعتقد بأنه أولا قبل الإجابة حقيقة كرة في كرة القدم حقيقة اليوم ليست نفسها هي حقيقة الغد كل شيء كرة القدم ديجا ليغون يعني جاي مدورة والدور يعني كل شيء يتبدل فيها بسرعة كبيرة ممكن ترفعك للسماء وفي لحظة تصبح أسفل سافلين لأنه كرة القدم كل شيء يختلف فيها الأداء ما الأداء الأداء ما الأداء أعتقد بأنه المنتخب الوطني أنا بالنسبة لي آخر بداية الديبيد دلافان ولا بداية نهاية الحقبة الجميلة كانت مباراة بوركينا فاسو في إقصائيات كأس العالم الماضية منذ تلك المباراة ونحن في انحدار وقلت لك كاين مباراة يتعود لطلعنا في نسق لكن بعدها مباشرة نعود نطيحه كما يقولك بالعامية نعود نطيحه في الميزان لأنه ما راناش ثابتين ما عندناش أداء ثابت الثلاثة أربع مباريات هي نفسها البعض يقول لك ربما بسبب التغييرات الكثيرة التي حدثت على مستوى التشكيلة في آخر مرة وهنا نعود نستدل بكلام أحد الأشخاص اللي مر معنا هنا بخصوص مثلا لاعب مثل أمين غويري حدث بن ساب بن حاحة هنا في عدات مرة لما جاء مر معنا قال لك اسكو غويري فا انتيغري لو جروب رابيدمون واسكو راح يكون بينيفيك ليكيب ناسيونال قبل كوب دافريكا هنا نشوفوا مثلا اداء امين غويري في ثلاث مباريات اللي لعبها مع المنتخب الوطني ما راهوش اداء ثابت مثلا مازال ما لقاش روحه قدومه للمنتخب انا بالنسبه لي متاخر قبل كاس امم افريقيا واختاش تزيد تشوف امين غويري تزيد تشوفه في الموزمبيق ستكون اول مباراه له في قاره افريقيا في يوم الاحد في الموزمبيق ان شارك بعدها نروحوا لاعبين اخرين العروسي جاء في تربص قسنطينه عوار هذه رابع مباراه زيد لاعبين لي جوار دو كاليتي لي شايبي لعب صافا في 8 مباريات على ما اعتقد ولا 9 مباريات قدوم هؤلاء اللاعبين في فتره اعتقد بانه جاء متاخر قليلا ان كنا نحن نفكر اليوم في الفوز بكاس امم افريقيا لو كنا مثلا احنا رانا حابين نلعبوا جوست ان كارت فينال مثلا ونشوفوه بنتيجه ايجابيه قدوم هؤلاء اللاعبين راهو مفيد لكن الى احنا صراحه رانا نخمو باش نديو كاس امم افريقيا اعتقد بانه وصول هؤلاء اللاعبين جاء متاخر لانه هو لاعب سابق وكل لاعب وعقليته كل لاعب وطريقه اندماجه في مجموعه امين كاين لاعب اللي يجي سريعا يلقى الحل كاين لاعب اللي ياخذ وقت اكثر من اجل الاندماج في المجموعه يبقى وانه فقط انا ما قلته في البدايه باننا ما عطيتليش الحلول ما قلتليش من هو المتسبب الحلول لما لست انا من يجدها الحلول يجدها كمتابع يجدها الناخب الوطني كصحفي الحلول هو من يلقاها ممكن الحلول انه تكون في تغييرات على مستوى فقط نافذه فقط امس ظهر وانه وليس امس فقط حتى في مباراه المنتخب المصري حقيقه افريقيا شيء وحقيقه اوروبا شيء اخر ممكن انه عندك ونعطيك مثال صغيره هنا برك المنتخب المغربي دائما ما كان عنده لاعبين ممتازين جدا في اوروبا في اعتى واقوى الانديه دائما في كاس الامم افريقيا يمر جانبا لانه حقيقه الماما افريقيا تختلف تماما عن حقيقه الانديه والمنتخبات الاوروبيه لذلك كاس امم افريقيا تحتاج الى نوع خاص من اللاعبين
تحتاج الى لاعبين بريميرمون اكسبيريمونتي، دوزيامون عندهم القوه البدنيه، لانه في افريقيا التقنيات تاتي بعد القوه البدنيه. كاين بعض اللاعبين بروفيلات كالكو بروفيل اللي راهم مخصوصين في المنتخب الوطني، اعتقد بانه عودتهم ولا امكانيه قدومهم الى المنتخب الوطني قد تكون مفيده للمنتخب بعودتهم في كاس امم افريقيا. لكن انه نروحوا بنفس الطريقه مثلا اللي لعبنا بها امس، هذا مرتين من السؤال، هل تريد الاجابه ام لا؟ الحلول، نعم الحلول يعطيها لك بالماضي، لست انا من يمنع. هل هو المتسبب لاعب ولا المدرب؟ اعتقد بانه الاثنين، كسوا لونترينور كي ابخي بوكو طون ومازال ما لقاش، لانه هو المطالب الاول بالبحث على الحلول. ثانيا اللاعبين، هل اليوم اللاعبين قدروا يمشيوا في فلسفه المدرب؟ لذلك لي دو سون كوبا، كسوا لي جوار ولا لونترينور.